لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. فقرات الأهلي الليلة لسه مستمرة دلوقتي طبعا في هذه اللحظات بعد الفقرة الأولى بالتحديد مع زميلي العزيز الأستاذ محمد الجندي، مستضاف فيها الكابتن صديق الجمال طبعا عضو اللجنة الفنية واختيار المواهب بالنادي الأهلي. فقرة لا تقل أهمية عن الفقرة الأولى، وفقرة أكيد مهمة جدا من خلال الدكتور محمد فكري، منورنا ومشرفنا في الاستوديو، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس والطبيب النفسي الخاص بفريق النادي الأهلي في الجهاز الفني الأسبق لمستر مانويل جوزي المدير الفني السابق. دكتور محمد منورنا ومشرفنا. ميرسي يا فندم، شكرا، وكل سنه ومصر طيبين، وبنهني النادي الاهلي بالصفقات الجديده وان شاء الله تكون وش السعاده عليه باذن الله. ان شاء الله. طبعا الشغل الشاغل طبعا الفتره دي كلها بالنسبه للصفقات، واكيد كلها تكون اضافه ان شاء الله قويه بالنسبه للفريق النادي الاهلي. الاهم من الصفقات النادي الاهلي يعود للانتصارات باي طريقه من الطرق، ده ان شاء الله الشيء اللي ليه اولويه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي، وده هيكون من خلال تدعيمات ومن خلال تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين اوريدي متواجدين في النادي الاهلي. ان شاء الله كل الامور تكون مهيئه خلال المرحله المقبله. بمناسبه الصفقات، طيب عشان نبتدي كده، شايف ان الصفقات الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي هتضيف للفريق ان شاء الله خلال الفتره الجايه؟ جدا طبعا. تمام، هتفرق جامد جدا طبعا. انا ما اقدرش اتكلم من الحته الفنيه طبعا، ليه في ناس بقى في القناه وفي النادي يتكلموا في القصه دي. لما كمحب للنادي الاهلي طبعا اللعيبه هتفرق جامد جدا، لان اللعيبه تمتاز بالمهاره العاليه وبالسرعه وهيفرقوا. يعني حسين الشحات ده بيفرق جامد جدا في نقل الكوره، رمضان شفناه في الفتره لعبها في ماتش بيراميدز فرق جامد جدا جدا، مع رجوع بعض المصابين زي اجاي وصالح جمعه هتلاقي الفريق اختلف تماما تماما، يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. يعني انا براهن كتير قوي الناس اللي هم الدوري. يعني طبعا من خلال تقرير واضح جدا مدى اهميه الطب النفسي وعلاقته بالرياضه والرياضيين. من وجهه نظرك يا دكتور، اهميه الطب النفسي وعلاقته بالرياضيين بشكل عام، بلاعبي كره القدم، الالعاب الفرديه، الالعاب الجماعيه، مختلف الالعاب يعني. اولا يعني في الاول انا عاوز احيي اللي عامل التقرير دوت، عامل تقرير رائع. طيب في البدايه كده خلينا نشوف يعني الرياضي ده بيتكون ازاي، او الدنيا الحكايه ان اي رياضي ربنا خلقه بموهبه موجوده عنده، مش طبعا. اي واحد فينا مثلا يلعب كوره، كلنا لعبنا كوره، بس مين اللي وصل وبقى بيلعب منتخبات او بيلعب في انديه؟ ناس قليله اللي عندها موهبه. طيب بعد الموهبه الموهوب دوت بيتمرن، التمرين دوت مع المدرب المهارات بتاعته بتتحسن طبعا. يبقى في عندنا مهاره وعندنا موهبه هو بيتولد فيها. عندنا بعد كده هو الاعداد البدني. انت النهارده لو زي اي احسن لعيب لو مثلا زايد وزنه او مش فت بطريقه بدنيه عمره ما هيأدي في الملعب طبعا كده، وبالتالي بعض اللعيبه مع السن وبتقل القدرات البدنيه بتاعهم. الجزء الشق الرابع هو الشق النفسي. والشق النفسي ده لينا كلنا، لان الحياه بتاعتنا متغيره. انت النهارده اللعيب دوت بيجي له فتره مثلا عنده تجديد، بيجي له فتره عنده مشكله في البيت، بيجي له فتره الكره مش مطوعاه والجماهير بتضغط عليه، عنده حصل مشكله او خلاف بينه وما بين المدرب، ياما مواقف كتيره جدا جدا واللعيبه ما تبقاش عارفه تتصرف فيها طبعا. وهنا هو بيؤدي الى ضغط على اللعيب، وبالتالي بينزل يؤدي دماغه ما بتبقاش جوه الملعب. النهارده حضرتك وانت قاعد قصادي كده تمام، لو انت حضرتك قصادي وانت بتتكلم ابتديت تفكر في حاجه بره او حاجه شغلك بره، هتلاقي نفسك أدائك مش هتبقى مركز معاك. طيب حضرتك لعيب الكوره التركيز بتاعه في اقل من ثانيه ياخد القرار، قراره بيبقى سريع، بيبقى سريع، والقرار دوت ممكن يفرق. يعني لمجرد انه اطلع يمين ولا شمال احطها يمين كده، ده لو حتى تردد في القرار الكره بتضيع مثلا، لو خلصت. بتتابع كره القدم تحديدا يعني. خلصت تمام. يبقى هنا هوت ممكن في لحظه تركيز مثلا مدافع او جون فقد التركيز في لحظه معينه يتسبب في جون، والجون دوت ينتهي بالماتش. تلاقي مثلا فريق ضعيف بيلعب فريق قوي، فالكره هجمه ضله جت جون والفريق دفع بيها وخسر الماتش. يبقى بالتالي التركيز يبقى عالي جدا جدا، والضغوطات النفسيه دي لما بتتشال بيقدر اللعيب يلعب وتبقى الدنيا فرقت معاه. تمام. طب بماذا تفسر عدم يعني استدعاء اطباء نفسيين سواء في الانديه المصريه بشكل عام والمنتخبات الوطنيه بشكل خاص كمان، لان اكيد المنتخبات الوطنيه بيبقى عندهم دور وطني مهم جدا، فبالتالي انت لازم تهيئ اللعيب بتاعك بالشكل النفسي المطلوب وبالكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه والضغوط وكلام من ده. ليه الفتره اللي فاتت مفيش يعني لجوء للطب النفسي؟ ولا هيبقى فيه؟
ولا هيبقى فيه. ليه بقى؟ هقول لحضرتك يعني عشان اتكلم في القصه دي هتكلم في تجربتي مع النادي الاهلي ومستر مانويل. كده كده هنستفيد فيها كتير وهناخد منك حكاوي كتير كمان عشان تبقى عامل حسابك. القصه بمنتهى البساطه ان اللعيبه عندها اعتقاد خاطئ ان اعداد نفسي معناها وهتجيب طبيب نفسي. انا اسف في اللفظ يعني مجنون. انا مجنون. وهي دي الفكره يعني. انا كان عندي تجربه في النادي الاهلي وكان تجربه في المنتخب بالكره النسائيه تمام. مع الدكتوره سحر تمام. فده الفكر اللي بيبقى عند اللعيبه يعني. الموضوع متعلق بثقافه اللعيبه تمام. هو ده لما بتكسر الفكره دي يعني. انا بعد فتره لما اللعيبه بتبتدي تعرف ان القصه او الشغل اللي انا بعمله مختلف تماما عن قصه اسف في اللفظ انا مجنون وان هو مريض نفسي او حاجه زي كده اهوت. ان هو بتختلف الايه؟ بتختلف الفكره. ويمكن انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. انا لما رحت النادي الاهلي الكلام ده من مستر مانويل نفسه تمام. انا بعد ما رحت اللعيبه راحت للمستر مانويل احنا مش عاوزين فعلا. تمام. هو قال لهم هو موجود يعني موجود. تمام. وانتوا بعد كده اهوت هتعرفوا امتى اهميته تمام. احنا بعد ما فيش 4-5 ماتشات الامور اتحسنت والامور بقت احسن جدا جدا. وهو حتى يا دايما يقول لي انت يو هاف ا فانتاستيك بيرسوناليتي, عندك شخصيه متميزه بحيث انك انت بقيت اللعيبه كلها بقت اصحابك بعد كده. هي دي اللي تكسر اللعيبه لدرجه ان بعد فتره بقيت اللعيبه بقى هي اللي بتجي لي, هي اللي تيجي تطلبني تقعد معايا. هي دي الفكره. ازاي انك انت تكسر الحاجز. ولكن هي الفكره. هقول لحضرتك حاجه. انا عاوزك تفتح كده اهوت بكره اي ماتش اي ماتش اقعد اسبوع كده اتفرج فيه على كل المحللين في الدوري تمام. اول حاجه هيقول لك ايه؟ والاعداد النفسي للعيبه بالظبط صح. كل واحد ما فيش مدرب وكل كتير قوي من الساده المحللين مدربين. طيب مش كله مش هم بيتكلموا بالكلام دوت. طب ليه حضرتك ما فيش ولا واحد فيكم ها استعاد او جاب اي حد؟ على فكره مش لازم محمد فكري, لا اي حد كان في العموم اي حد تمام. هل المدرب بنفسه قادر ان هو يعني يبقى طبيب نفسي بالنسبه للاعبين؟ في بعض المدربين عندهم الميزه دي مش الكل طبعا. هل المدرب لوحده يقدر يؤدي الوظيفه دي؟ حتى لو هو بيقدر يؤدي بس مش هيقدر يؤديها في كل المناحي بتاعتها يعني. هي فيها شغل كتير قوي تمام. هو ممكن يكون عنده المقدره ان هو يديهم الحماس تمام, انما يخليهم ازاي يتغلبوا على الضغوط وعلى التوتر والحاجات دي هو مش عارف ان هو يعمل الكلام ده تمام. ده له شغل نفسي وله دراسات وحاجات زي كده اهو تمام. ولكن يعني خليني اقول لحضرتك حاجه. هي الفكره بتاعت العالم كله ماشي بفكره التخصص يعني. انت مثلا من زمان كان المدرب بيعمل كل حاجه صح. وبعدين لما جه مستر مانويل تفتكروا دخل فكر الاحمال بالظبط فعلا صح. قبل مستر مانويل عمر ما كان في حاجه اسمها احمال في الملاعب المصري تمام. بعد كده اهوت تمام. لما مستر مانويل برضه في الاولاي الاخرانيه لما كنت موجود دخل قصه السكاوتينج اللي هو بيحلل اداء اللعيبه تمام. ما كانش موجود قبل كده تمام. طب ايه اللي بيحصل؟ ما كان المدربين قبل كده كانوا بيعملوا الحاجات دي بيقول لك احنا بنعمل الحاجات, ولكن ده مختلف. ده له دراسه وله اناليسز وله حاجات تانية, يشوف اللعيب دوت باصه كم مره دي كلها حاجات بقت مختلفه. التغذيه زمان مدربين ما كانش عمره ما كانش تقريبا معاه تغذيه تمام. دي بقى ده في النادي الاهلي برضو من الناس اول نادي في مصر دخل فكره التغذيه تمام. يبقى انت النهارده لما بتمشي مظبوط العالم كلها بتدور على واحد يبقى متخصص تمام. صح. فاهم القصة واشتغل انت في الحتة الفنية تمام. جيب اي حد يعرف يعد اللعيبة بتاعك ويخليهم لك فت في الملعب نفسيا. يعني حتى دلوقتي في اوروبا والفرق الكبيره في العالم كله المدير الفني بيبقى تخصصه بس يعني, حتى ما بينزلش ارض الملعب خلال التدريبات, بيبقى قاعد على الدكه كده بيتفرج وخلاص. لكن هو تخصصه بيبقى ان هو يحط التشكيل ويختار اللاعبين ويقدر ازاي يكوتش المباراه من خلال المباراه بشكل عام يعني. فبالتالي ده مهم جدا موضوع التخصص. المدير الفني او الفرق اللي هناك دي بتلاقي مثلا هو عنده مساعد للمدافعين بس, مساعد ما اعرفش المنتخب بلجيكا في كاس العالم كان معاهم تييري اونري كان مساعد مهاجمين بس يعني. دلوقتي بقى هو ليه عمل كده؟ بيدور على المتخصص دوت بتاع المهاجمين. هيقول له اقف في الحته الفلانيه, الكره لما تجي لك بالطريقه دي العبها بوش الرجل, العبها لا تقف عليها تستنى عليها لا, عشان دي حتته. ما فيش واحد طول ما احنا عندنا فكره انا افهم في كل حاجه
هي دي اللي بتضيع كل حاجه. المشكله عندنا في مصر لا. كل حاجه في الدنيا ليها التخصص بتاعك. محدش قال محدش ما يعني الاعداد النفسي دوت مش هياخد من قيمه المدرب ابدا. بالعكس ده هيضيف للمدرب وهيساعده. طب ازاي نقدر نغير الثقافه اللي عند الشعب المصري بشكل عام؟ ان انا لما بروح لدكتور نفساني يبقى انا كده عندي مشكله ومجنون وكلام. ليه ازاي نقدر نغير الثقافه دي عشان الناس كلها بشكل عام، مش عايز اتكلم على الرياضيين بس، لو عندهم مشكله يلجأوا للطبيب النفسي، الراجل بيبقى متخصص يقدر يخرجك من المشكله دي بطريقه او باخرى. بص اقول لحضرتك عشان اكون صادق معاك، ان النظره دي في العامه ابتدت تتغير. ابتدت تتغير ده نتيجه ان حصل ظهور كتير جدا مننا كاطباء نفسيين في البرامج، وابتدينا نوضح للناس وابتدينا نشيل وصمه الطبيب المرض النفسي عند المرضى، وظهر في برامج كتيره جدا، وكان ليها برنامج تبع وزاره الصحه قللت من الوصمه، وان المريض النفسي ده مريض عادي وممكن يكون زميل ليا في الشغل وممكن زميل لحضرتك، والراجل ده راجل بياخد دواء زي اي دواء ضغط او سكر، والراجل دواء طبيعي ومش المفروض ان هو ياخد وصمه. فده موجود في العام. طبعا كل ما كانت يعني مثلا بتتعامل مع الشباب الصغير اللي هو اكثر انفتاحيه على العالم الخارجي بيبقى متقبل جدا الفكره دي، وبيشوفها في كل الافلام وبيشوفها في كل البرامج بره، ان الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي في حياه البني ادم بتساعده كتير جدا في اي مواقف هو بيمر بيها واي ضغوط نفسيه بيمر بيها. تمام. انما يعني يمكن بالنسبه للرياضيين يعني الحمد لله يمكن التجربه كانت بالنسبه لي ناجحه، بس هو مشكلتها انها كانت قصيرة. كانت فترة يعني انا اشتغلت سنة واحدة. تمام. يمكن لو كان يعني حصل بعدها وقف الدوري مستمر ومشي، وبعدين يعني زي ما انا تفضلت وقلت ان مش كل المدربين مقتنعين بالفكره. تمام. يمكن لو كانت التجربه دي استمرت مثلا 3 أو 4 سنين في وجود مستر مانويل، كنت هتلاقي زي مدرب الاحمال كده كل الانديه معاه حاجات زي كده. تمام. ويمكن يعني ايام منتخب مصر ومستر كوبر، اعتقد كان معاهم مستر فايز، كان هو ما هوش متخصص يعني مش طبيب نفسي، بس هو انا كنت عارف ان هو بيعمل بعض الدور ده. كان بيقوم بالدور ده. طيب ازاي قدرت تكسر الحاجز ما بينك وبين لاعبين النادي الاهلي؟ وحضرتك في البدايه قلت لي ان اللاعبين كانوا رافضين الفكره اصلا، وراح قالوا لمستر مانويل جوزيه، ومستر مانويل جوزيه طبعا احنا عارفين شخصيته اللي كانت قويه جدا، واصر على تواجد حضرتك في الجهاز الفني. الحاجز ده اتكسر ازاي ما بينك وبين لاعبين النادي الاهلي؟ كويس. الحاجز دوت بيتكسر اتعمل في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان انا طلبت من مستر مانويل ان هو يسمح لي ان انا يكون عندي المقدره ان انا اقعد مع اللعيبه في اي وقت وبراحتي بدون ما يبقى فيه يعني لازم استاذنه او يبقى عليا اي قيود في هذا الموضوع. وحقيقي مستر مانويل كان في القصه دي قال لي لا ده شغلك وانت اعمله بالطريقه اللي تريحك. تمام. فالنهارده لما اجي انا اقعد مثلا في وسط 15 او 20 لاعب احس ان يبقى هو مثلا متوتر او قلقان من الماتش او عنده اي فكره تجاه المدرب حتى او حاجه في بيته او الصحافه، مش قادر يتكلم قصاد الناس كلها. طبعا. تمام. لما ابتديت اتعامل معاه واحد لواحد بينا وما بين بعض، القعده دي سنه ابتدت تكسر الحواجز. تمام. وبعدين وانا قاعد معاه بحكم خبراتي وحكم شغلي، تمام، ويمكن انا في الفتره دي بالذات سبحان الله كان عندي احساس ان انا هشتغل في الاهلي. يعني انا فاكر ان انا قبلها كان ساعتها اول ما جه مستر مانويل انا قعدت معاه وقبل ما اشتغل خالص بحوالي شهرين. تمام. واديته من خلال اللي انا بشوفه في التلفزيون تقرير عن اللعيبه بمجرد ان انا متابعهم. وهو حتى طلع في البرنامج مع كابتن شوبير وقال لي هذا الكلام يعني. تمام. تقدروا ترجعوا له. فانا من كتر متابعتي ليهم في التلفزيون كنت عارف، لدرجه ان انا لما قلت له الكلام ده قال لي هو انت معانا في الفريق؟ قلت له لا، بس انا عندي المقدره ان انا القط من تصرفات اللعيبه. فانا لما قعدت مع اللعيبه لما بقعد بقى معاه يعني مان تو مان او بيني وما بينه كده اهوت، بيبقى عندي المقدره ان انا اقول له احاسيسه. فهو الراجل بيقول لي طب انت هو الراجل ده عارف منين؟ فنبتدي القصه بقى تفك سنه يبتدي يتكلم اكتر واكتر. نبتدي نشوف بقى الافكار الموجوده عنده ونبتدي نحللها ونبتدي نكسرها ونبتدي نقول له ازاي يتغلب عليها. طيب هنتكلم بتفاصيل اكتر، لكن خلينا نقول خبر مهم وعاجل، وهو خاص بان الكاف يقرر تقديم اجتماع اللجنه التنفيذيه لبكره الصبح.
الاجتماع ده اللي هيتم فيه تحديد البلد المستضيف لبطوله الامم الافريقيه 2019 هذا العام تحديد في شهر 6. المتنافسين زي ما احنا عارفين مصر وجنوب افريقيا. بكره 10:30 الصبح هيتم الاعلان عن البلد المستضيف لهذه البطوله. من خلال المصادر والكلام الكتير اللي احنا يعني حاولنا نقرب منه ان مصر هي الاقرب وشبه يعني بنسبه كبيره جدا مصر هي ان شاء الله اللي هتستضيف هذه البطوله ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لبلدنا في تنظيم بطوله رائعه وناجحه زي طبعا بطوله 2006 بطوله الامم الافريقيه كان منظر اكثر من رائع، وكمان بطوله 2009 بطوله كاس العالم للشباب كانت ايضا منظر اكثر من رائع. نتمنى كل التوفيق. طيب هل تنظيم البطولات ده من وجهه نظرك بالمناسبه ينعكس على تصرفات الناس وشخصيتهم وتواجد ثقافات مختلفه في الدوله او في البطوله بشكل عام، ده ممكن ياثر بتاثير ايجابي على الجماهير بشكل عام؟ طبعا انت النهارده اي واحد فينا بيتعامل مع ثقافات مختلفة عنده المقدران وياخد طبعا الإيجابي والسلبي، لأن كلما كان يعني شعب متحضر أكتر هياخد حاجات الإيجابية تمام، ودوت بتدي رؤية للمصريين بره، والناس تبتدي تشوف المصريين على حقيقتهم لما يقدروا ينظموا ويعملوا. يعني احنا شفنا يعني ازاي روسيا استفادت جامد جدا جدا طبعا رؤيه مختلفه تماما عن الروس والشعب الروسي للعالم كله. فدي يعني زي ما بنقولوا دي حاجه جايلنا على طبق من فضه، وده محتاج برضو من يعني نطالب دكتور اشرف صبحي والناس الاتحاد الكوره والناس المنظمين اختيار الناس، ونبتدي زي يعني ايه نبتدي نعمل زي محاضرات وحاجات توعيه وندوات ازاي الناس تتعامل مع هذا الحدث بحيث ان احنا نظهر في احسن صوره. يعني يا رب ان شاء الله مصر اكيد هتظهر في احسن صوره من خلال جماهيرها العظيمه اكيد ان شاء الله اللي هتكون داعم رئيسي للبطوله بشكل عام وللمنتخب الوطني المصري بشكل خاص. اتكلمنا عن كيفيه كسر الحاجز النفسي مع اللاعبين. أكثر اللاعبين اللي خدت معاهم صعوبة في الجانب النفسي بالتحديد، وإن هو عبال ما خد عليك أو عبال ما إن هو استريح إن هو يتكلم معاك سواء في أسرار شخصية مشاكل تخصه سواء فيما يخص المباريات الهزائم الإصابات كل ما يتعلق باللعب. بص هو يمكن يعني في الحتة بتاعت النفسية دي أهم حاجة فيها السرية. السرية طبعا. ويمكن حتى يعني مرة مع مستر مانو كنا بتكلم معاك كده قال لي أنت لو كنت طلعت كلمة بره تمام ما كنتش هتبقى في الفريق تمام، لان هي الاساس بتاع القصه، ودوت احد الناس اللي بتبقى يعني بتخلي برضو اللعيبه حذر معاك ان هو يتكلم. يعني انا كنت مثلا اقول لحضرتك يعني مثلا انا ممكن كنت ابقى مثلا واحنا قاعدين على الدكه تمام بره والتمرين فابقى قاعد بتكلم مع حد وبندي شويه نصايح وبنديله شويه حاجات كده تمام. فطبعا انت عارف الساده الزملاء الصحفيين بيبقوا واقفين بيتفرجوا علينا واحنا بنعمل التمرين ومشوفين انا قاعد بتكلم معاه في الغرفه وكده، فيقولوا لي انت كنت بتتكلم مع فلان الفلاني؟ اقول لهم كنت بتكلم معاه. طب انت كنت بتتكلم معاه في ايه؟ اقول لهم كنا عادي احنا مش اصدقاء كنا بنتكلم. عمري ما طلعت معلومه عن هذا اللعب تمام؟ ولكن اللي انا اقدر اقوله لحضرتك بالنسبه للسؤال دوت ان طبعا كان في اختلاف جامد جدا جدا في الثقافات ما بين بعض اللعيبه. لعيبه كانت سهل جدا جدا انها تقبلت الفكره دي، ومثلا بعد مثلا مرتين ثلاثه كان الموضوع اسهل جدا تمام؟ ولعيبه ثانيه ما كانتش متقبله، ولكن على المدى المدى يعني مثلا بعد شهر او اتنين بقت الدنيا بقت سهله جدا جدا والناس كلها متقبله كلهم بلا استثناء كانوا متقبلين الفكره تمام، لان هم يعني يمكن لو هنتكلم بقى عن التجربه باستفاضه يعني تمام. انا يمكن لما رحت كان فارق احنا خدنا الدوري اللي هو كان زمالك لما رحنا مستر مانويل كان متقلب بتسعه بسته او تسعه نقاط تمام، واحنا خدنا الدوري في الاخر تمام. وده برضه مستر مانويل تصريح شهير جدا اول ما تولى المسؤوليه ساعتها وقال احنا الدوري خلاص صعب احنا مش هناخد الدوري، هل ده كان جزء من العامل النفسي؟ هو يعني الفترة دي بالذات كان في دايما حوارات بيني جدا ومستر مانويل تمام على القصة دي، ويمكن هو حتى لو الناس تفتكر قال لهم انا ساكن في الدور السادس وكان بيلمح على 6-1 تمام. يعني احنا كنا بنحاول في كتير قوي من الاحاديث بتاعنا ان احنا نضغط الخصم تمام، وفي نفس الوقت نشيل الحمل على اللعيبة تمام. الفكره بتاعت ان انا لما مستر مانويل بيقول انا مش جاي اخد الدوري هو النهارده بيحط اللعيبه تحت ايه؟ خلاص انت ما بقتش مضغوط تمام، بقيت بتلعب براحتك. يمكن البدايه بتاعت القصه لما رحت اشتغلت
انا كنت فاكر كان الاهلي كان عنده ماتش الجونه وماتش الجونه يعني الاهلي كان يعني لعيبه كانت متوتره قوي 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 يعني كان الاهلي تمام؟ فتره صعبه قبليها فتره صعبه قبليها دوت كانت بعد الثوره على طول يعني تمام. فاتكلمت مع مستر مانويل بعد الماتش فبيقول لي اللعيبه فكري كانوا متوترين جدا فبقول له ما هو في بعض التمارين اللي لازم تتعمل علشان يحصل لهم ريلاكسيشن ويوصلوا للهدوء يعني تمام. فده انتهى الحوار بيني وما بين مستر مانويل على كده اهوت. وبعدين لقيته بعدها ما فيش بساعتين اتناقش مع الجهاز الفني والمعاه والاداري وكده اهوت وراح مكلمني وقال لي تعالى عاوزك تمام. وهنا كانت بدايه القصه والشغل تمام. وازاي ان احنا في الفتره دهيت كان الاساس بتاعها اللعيبه ازاي نديهم الثقه بتاعتهم نرجع لهم الثقه ودي من اهم الحاجات اللي اللعيبه محتاجاها دلوقتي تمام. كل اللعيبه محتاجاها حاليا ازاي ترجع الثقه وعشان يعني انا مش هدي مثال لاي حد من الموجود دلوقتي ثقته ايه وعامله كده ولكن مثلا هدي حضرتك مثال لفلافيو تمام. فلافيو قعد السيزون الاولاني خالص ما جابش غير جون واحد السيزون الثاني اول ما مشيت معاه كان هداف الدوري هداف دوري وهداف افريقيا وهداف هداف كل كاس العالم تمام هداف كاس العالم يبقى اذا هي قصته تمام. ازاي اللعيبه دي محتاجه انها تاخد الثقه تمام. عشان لعيبه تاخد الثقه تمام لازم هي تبدا الثقه بتيجي سنه سنه تمام. حضرتك لما تيجي مثلا في البرنامج عملت اول حلقه طلعت كويسه تلاقي ايه بعد كده الثقه ايه عالية جدا جدا. يبقى الثقه دي شيء بيبنى وبيبنى بالتدريج. مفيش لعيب الثقه بتاعته بتروح كده لا الثقه بايه كده وعشان كده هو يبقى البدايه لازم تبقى ايه تبقى سنه سنه ما نركزش على فكره قدام. احنا كل اللي هدفنا الماتش بتاع بكره بتاع بكره هينزلوا رجاله ينزلوا يلعبوا ما تفكروش في نتيجه اوعوا تفكروا في نتيجه. لعيبه بتنزل الكره مش ماشيه ضاعت فرصه يبتدوا ايه يبتدوا يتوتروا ده هيحصل زي الماتشات اللي قبل كده اهوت تبتدي كل الافكار السلبيه تبقى جوه دماغه ويبتدي يبقى فيه تسرع والتسرع يبقى فيه اخطاء لا مش عاوزين كده خالص. طيب هل كان ليك دور في تغيير قرارات بعض اللاعبين بالتحديد محمد بركات فتره من الفترات كده كنا سامعين ان هو هيعتزل وبعد كده تراجع عن الاعتزال قبل ما يعتزل اخيرا طبعا يعني هل كان لحضرتك دور كبير في تغيير قرار محمد بركات في الاعتزال؟ الحمد لله يعني القصه دي تفاصيلها لقيت محمد بيكلمني وقال لي انا خلاص قررت اعتزل. ده كان بالظبط قبل ما يعتزل بقد ايه مثلا يعني كان عنده كام سنه ساعتها؟ لا يعني هو اللعب بعدها حوالي 3 سنين كمان يعني قعد فتره بعديها قال لي صور طبعا لحضرتك مع محمد بركات ومستر مانويل جوزيه اكيد بالظبط. فهو كلمني وقال لي انا خلاص قررت اعتزل. قلت له ماشي خلاص انت عاوز تعتزل انا مالي انا انت كده على طول انا برضو انا تدريجي فاهم يعني تمام. قال لي ما انا عاوزك انت اللي تقول لمستر مانويل. قلت له لا انت عاوز كده قلت له لا انت عاوزني اقول لمستر مانويل تعالى نقعد نتكلم تمام. وبعدين قال لي لا انا ده قرار نهائي. قلت له طب يا سيدي انا قلت لك اكبرتك ده قرار نهائي قال لي قلت له انا يا سيدي انا اكبرتك ما اكبرتكش تعالى بس نقعد ونتكلم. وفعلا اتقابلنا في احدى الكافيهات كده في المهندسين عندنا اتكلمت انا وهو قلت له يا محمد انت النهارده بتاخد القرار دوت علشان انت متاثر نفسيا تمام. وما ينفعش واحد متاثر نفسيا في اي وقت ياخد قرار. قلت له بعد ما حالتك النفسيه ترجع طبيعيه تماما خد القرار اللي انت عاوزه انا ما عنديش مشاكل خالص. طب هو كان متاثر ساعتها نفسيا من ايه؟ يعني كان الاهلي خسر مثلا بطوله او مباراه ولا كان ايه مشكلته؟ كانت الاحداث اللي حصلت بعد بورسعيد وحاجات زي كده بعد بورسعيد طبعا الاحداث الاليمه في الاحداث الاليمه ديت اللي حصلت تمام. فبالتالي هو كان من ضمن الناس اللي متاثره جامد تمام. بس فساعتها انا اتكلمت قلت له طيب قعدنا اتكلمنا معاه وبعدين بعد ما سبته تمام قلت له كلمت مستر مانويل وقلت له حكيت له قلت له الموضوع كذا 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 وقال لي انت رايك ايه؟ قلت له لا طبعا هو ما ينفعش انه ياخد قرار في هذا الموضوع تمام. فتاني يوم هو جه كابتن بركات وعشان يقابل مستر مانويل. نرجع نكمل قصه محمد بركات. هي قصه اكيد الجماهير كتير جدا عايزه تعرف ايه اللي حصل مع بركات عشان يتراجع عن الاعتزال. لكن خلينا سريعا نروح نستضيف على الهاتف الاستاذ الكبير استاذ حسن المسكاوي الناقد الرياضي. استاذ حسن مساء الفل على حضرتك. مساء النور. اهلا وسهلا حضرتك عامل ايه كله تمام؟
الحمد لله، اهلا بيك. الحمد لله. طبعا انا في ضيافتي دكتور محمد فكري، استاذ الطب النفسي والطبيب النفسي السابق في الجهاز السابق للنادي الاهلي بقياده مستر مانويل جوزيه، وبنتكلم وعايزين ناخد راي حضرتك في جزئيه مهمه جدا، وهي اهميه ودور الطب النفسي بالنسبه للرياضه والرياضيين بشكل عام. اعتقد طبعا دي حاجه يعني اساسيه، سواء على مستوى اللعبات الجماعيه او الفرديه. معظم الابطال حتى في العالم، الابطال الكبار جدا، الابطال الالعاب الاولمبيه، بيبقوا بيستعينوا بالطبيب النفسي عشان تخفيف التوتر، علشان تجديد دوافع، علشان حاجات كثيره جدا، عشان الثقه في النفس، عشان الرهبه بتاعه الماتشات. في رياضيين كتير بيبقوا عندهم هذه الرهبه، حتى مع مرور الوقت يمكن الرهبه دي بتقل. انما في اللي بيبقى جديد في النشاط الرياضي او جديد على مستوى البطولات اللي هو اعلى المستويات، بيبقى عنده هذه الرهبه بعض الاحيان، بيبقى محتاج حد يتكلم معاه ويطمنه ويشعره ان دي حاجه سهله ومش بسيطه يعني وبسيطه يعني. تمام. من وجهه نظر حضرتك، ليه الفتره اللي فاتت مفيش اهتمام بالطبيب النفسي واهميه تواجده في الاجهزه الفنيه بشكل عام؟ ليه بعدنا شويه بعد ما النادي الاهلي كان عنده الاسبقيه في تواجد طبيب نفسي في الفريق؟ بص، الناس بتتعامل مع الامر ده بهزار ونكت وبجديه، وفي اللعيبه كمان احيانا بيتعالوا على هذه الفكره، فكره الاستعانه بحد حتى يتكلم معاهم. وبعدين احنا ما عندناش الثقافه دي للاسف، ده حتى الشعوب اللي في الدنيا كلها عنده طبيب نفسي بيلجا ليه في ازمات، في مشاكل، في اي موقف صعب يتعرض له، مش لازم يكون رياضي كمان يعني. احنا ما عندناش الثقافه دي للاسف، ومش ده بس اللي احنا يعني بعيد عنه في الاحتراف الرياضي او في التعامل مع الرياضه بشكل محترف. ده حاجات كثيره احنا للاسف بعيد عنها، مش بنتعامل معاها بشكل جد. النشاط الرياضي ده نشاط مهم ونشاط جاد، مش حكايه تلعب ويجري وناس تتسلى وخلاص، لا، ده حاجه صناعه مهمه قوي، والعالم كله بيهتم في هذه الصناعه. واحنا لسه مش قادرين نتعامل معاها على انها صناعه، بنتعامل معاها على انها لعب وجري وبطوله وبس، مش اكتر من كده. وده ناقصنا طبعا جزء منه، عدم الاستعانه بالطبيب اللي يساعد اللعيب او اللاعبه او الفريق على تجاوز مرحله التوتر اللي هو بيعيشها قبل المباريات او اثناء المباريات. هل المدير الفني او المدرب لوحده قادر على تهيئه اللاعبين سواء في الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه نفسيا قبل اي مباريات او قبل اي احداث وبطولات مهمه؟ في مديرين فنيين طبعا عندهم خبره وعندهم شخصيه وعندهم الثقافه. مانويل جوزيه واحد من الناس دي، انا عارف كويس قوي هو كان بيعمل ايه مع لعيبه النادي الاهلي، ازاي بيتكلم معاهم، ازاي بيعمل لهم دوافع، ازاي بيهزر، ازاي بيخفف من التوتر، ازاي كمان بيحفز اللعيبه. جزء مهم قوي من التحفيز ان اللاعب يشعر ان المدرب بتاعه القائد او استاذه او اللي عنده في دماغه ما يتعلق بالكوره او الرياضه بشكل عام اكثر من اللي في دماغه هو في دماغ اللاعب يعني. مانويل جوزيه كان عنده هذه الثقافه، والراجل مثقف جدا، هو اصلا كمان كان قارئ، وكان حتى في تصريحاته كان فيلسوف ويقول كلام في بعض الثقافي كثير جدا يعني. طيب، رغم طبعا عنده الملكه دي، بس رغم ذلك مستر مانويل جوزيه رغم ان هو عنده الجانب النفسي بيتعامل بيه بشكل كويس جدا، لكن استعان ايضا بطبيب نفسي في الفريق. هل ده يعني نفسره بايه؟ ان الراجل عارف ان كل واحد لازم يكون ليه تخصصه عشان يتعامل فيه ويقدر يؤدي فيه بشكل كويس؟ طبعا، ما هو ده جزء من الثقافه. بالظبط بالظبط. لما الواحد يبقى مثقف يبقى عارف حدوده ويعرف يحتاج مين ويستعين بمين وما يستعينش بمين، برضه دي مسألة الثقافة بتاعت الإنسان. الثقافة في اللي فاهم لو عارف كل حاجة، ده مش معناه إنه مثقف، ممكن يكون ما بيعرفش حاجة خالص. يعني أكيد شيء مهم جدا. أستاذ حسن، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. اتفضل اتفضل أستاذ حسن.
ايوه اتفضل. يعني ليه رجاء لحضرتك وللساده الصحفيين حس بالكوره، حس بان هو محتاج انه يرجع لزمايله، وان ايه ده والكوره وحشاه تمام. وبعدين ابتدينا نتكلم وشلنا بقى كل الحاجات المشاعر السلبيه اللي كانت موجوده في الوقت دوت تمام. خد وقت قد ايه تقريبا عشان تغير المشاعر دي من سلبيه لايجابيه؟ خد حوالي اسبوع. اسبوع اسبوع تمام. وبعد كده هوت كان الاعلان على القصه. كانت جلسات يوميه خلال اسبوع؟ نعم جلسات كانت لا يومية. ما كانتش يوميه، يمكن قعدنا مرتين او حاجه زي كده هوت تمام. وبعد كده هوت اعلن، وكنت بس على طول كنا في تليفونات بشكل يومي تمام لحد ما طلع واعلن. وكان ساعتها في المعسكر اللي كان معمول ساعتها في ابو ظبي، وطلع وحضر المعسكر ورجع ما شاء الله عليه، لعب 3 سنين بعدها بالظبط. تألق كمان يا محمد بركات لحد اما كان بيعتزل. الناس كانت بتطالبه ان هو ما يعتزلش بصراحه، ولعيب صعب يتعوض بشكل كبير بصراحه محمد بركات. يعني هو من اكثر اللعيبه اللي كان قريبه جدا الى قلبي يعني. طبعا طبعا هو تمام كمان بيمتاز بخفه الدم الكبيره والرهيبه بصراحه يعني. طيب بنتكلم برضو عن اهميه الطب النفسي وازاي بيتم تغيير الجانب السلبي لجانب ايجابي. هل الفترات بتاخد وقت مع اختلاف شخصيه اللاعب ان انت تغير او تخليه يتغير من يعني المردود سلبي لمردود ايجابي؟ بص يا حضرتك، طبعا بتختلف من شخصيه لشخصيه، وازاي المداخل بتاعتها. انت بتبقى زي ما قلت لحضرتك، انا ابتديت في الاول ان انا قعدت مع كل واحد فابتديت اعرف المداخل بتاعتها. ودي لما تيجي انت بتتعامل في الظروف اللي زي دي، مهم جدا جدا انك انت تبقى حافظ تاريخ اللعيب تمام. فتيجي تقول له طب تعالى انت الفتره دي كنت جيت ولعبت وكانت مستواك وحش تمام. وبعدين بعد انت فكر ابتديت امتى؟ ابتديت بالطريقه دي، بعد كده رجعت ووصلت للمرحله دي. مفيش حاجه بتبقى ثابته، انك انت نزلت ده طبيعي. كل لعيبه العالم مثلا لعيب اخطا تمام، او جون اخطا، كل لعيبه العالم بتخطا طبعا. تعالى شوف مثلا، لو هتكلم مثلا مع حارس مرمى تمام، تعالى مثلا شوف كاس العالم، نهائي كاس العالم 2002 في اليابان تمام. حارس مرمى المانيا هو اللي تسبب ان المانيا وصلت النهائي، اوليفر كان. وفي الاخر كانت النتيجه ايه في الماتش النهائي؟ هو عمل غلطتين بس وخد، بالرغم من كده ادوا له احسن افضل لاعب، احسن حارس مرمى في البطوله فعلا. فهي الفكره كده هو، تبقى مبدئيا فكره الخطا كل الناس بتخطئ، يبقى انت ما تكبرهاش. الناس بتشيل الصفحه بالظبط تمام. خلاص ما تفكرش في الماتش، ندخل على اللي بعدها تمام. ايه السلبي اللي حصل؟ السلبي انك انت مضيع اجوان. طب ايه المشكله؟ ما احسن لعيبه ضيعت اجوان، وفلان وفلان ضيع اجوان، ولعيبه وصلت كده وطلع لعيبه عالميه بتضيع. ايه اللي بيحصل تمام؟ يمكن لو تشوف حضرتك مثلا في التقرير اللي حضرتك كنت عامله دوت على باجيو لما ضيع ضربه ضربه ايطالي كبير، وضيع اخر ضربه جزاء من خلالها برازيل خدت كاس العالم. طيب ما حضرتك لو بتحط بقى نفسك مكان الاحساس بتاع اللعيب دوت تمام، هذا اللعيب وهو داخل يشوط ضربه الجزاء دي، هو شال امال كام واحد ايطالي؟ الشعب كله، الشعب الايطالي كله تمام. ويمكن يعني هقول لحضرتك كده احدى التجارب كده، في مثال كبير زي محمد صلاح في ضربه الجزاء بتاعت الكونغو وصعودنا لكاس العالم. مش اي لاعب برضو يقدر ان هو يتحمل الضغوط دي. حلو. لا بس حضرتك ده شيء مهم جدا جدا. يعني انا طبعا بحكم ان انا يعني بركز في كل الكلام اللي بيقول لعيبة عشان الحته النفسيه بالذات. لو شفت محمد صلاح بعدها قال لك انا كنت متوقع ان هتيجي ضربه جزاء في الماتش، ومؤهل نفسي ومركز انها لو جت انا هشوطها في الحته دي. صح صح تمام. طب انتوا هقول لحضرتك حاجه، دي احد الحاجات اللي بعض اللعيبه ما تعرفهاش تمام. النهارده لو انا قاعد كده اهوت تمام، وعملت الكوره وشطها وانا في الاستوديو مع حضرتك كاني عملتها في الملعب. المخ ما بيفرقش ما بين الطبيعي والغير طبيعي. فاللي هو عمله ده كانه اتمرن، كانه مثلا في الملعب عمل اللعبه دي مثلا 200 مره. هو قاعد قصاده كده اهوت، وقاعد في اوضه اللبس هو عملها بالطريقه دي. فانه كانه هو عمل تريننج وعمل تمرين للايه؟ للمخ. فبالتالي الكره لما جات له بقى بيلعبها في منتهى السهوله تمام. وده شيء مهم جدا تمام. نرجع للقصه بتاعت باجيو تمام. ازاي ان انت بتحس انك انت وراك كل احلام الناس دي كلها. في احدى البطولات كان عندنا يعني لاعبه كانت بتلعب في احدى البطولات الاولمبيه
تمام، وبعدين مدرب يعني باختلاف بقى طبعا احنا بنتكلم على ثقافه مستر مانو، بنتكلم بقى على اخر بقى ما عندوش اي ثقافه نفسيه تمام. وراح قال لها شايفه الكاميرا اللي هناك دي تمام، كنا ساعتها بتاع حوالي 60 مليون مثلا، قال لها في 60 مليون مصري بيبصوا عليكي دلوقتي. طبعا كان فشل الذريع، طبعا فشل الذريع، هو حط عليها الايه، حط عليها الحمل عكس ما المفروض اللي يتقال، اللي يتقال في الظروف اللي زي دي، ده انت مش كنت بتشيلي في التمرين؟ ده يفرق ايه عن التمرين؟ زي التمرين بالظبط ببساطه كده عملي تمام. كل ما كان اللعيب بيتمرن كويس قوي قوي قوي، كل ما يبقى الماتش بالنسبه له سهل. طبعا كرة بتاعت صلاح يعني. تمام اتفضل. هو عارف، هو كان مهيئ نفسه ان هو عارف، قال لك انا كنت متوقع ان في ضربه جزاء، بعدين هو اللي رايح يشوط ضربه الجزاء، حتى لو كان هو اول واحد يشوط ضربه الجزاء، بس هو رايح بثقه كبيره ومهيئ رايح نفسه، هو نفسية. رايح وعارف، انت شايف هو مركز وداخل، ما فيش اي نوع من التردد، في تركيز على المكان اللي هيشوط فيه، وعارف كويس قوي قوي هو هيعمل ايه. فيش بالظبط تمام. بص كويس، عارف هو هيعمل ايه، داخل على الكره وشاط على طول. ده رغم ان هو كان بالكره دي بيحقق حلم ملايين بعد غياب 28 سنه عن بطوله كاس العالم يعني، لكن الحمد لله ربنا وفقه، حتى لو احنا ما كناش وفقنا في كاس العالم، الاهم ان احنا صعدنا، ان شاء الله البطولات القادمه نقدر نعمل انجازات واداء يكون يشرف اكتر اكيد من كده. طيب يعني اكيد جزئيه كانت مهمه جدا، لكن خلينا نروح نشوف راي النقاد الرياضيين في الطب النفسي من خلال هذا التقرير ونرجع مره ثانيه. هو الطب النفسي دلوقتي دخل في كل شيء في حياتنا، يعني ما بقاش بس ان هو في الرياضه، ده بقى في الحياه العامه، بقى في اسلوب التعامل، بقى في طرق التعامل بين الناس، حتى في المؤسسات نفسها او الشركات او الوزارات بداوا يهتموا بالناحيه النفسيه للعاملين. الناحيه النفسيه مهمه جدا جدا في الوسط الرياضي. زمان ما كانتش الانديه بتهتم بهذا الشق النفسي، يعني كانت بتهتم باللاعب فنيا، بتهتم بيه بدنيا، بتهتم بيه غذائيا في حياته العامه، ولكن الشق النفسي ما كانش ليه اهتمام خالص. لكن في السنين الاخيره ويمكن في العشر سنين الاخيره بدا في اهتمام، في بعض الانديه بقت بتعين او بتحط ضمن الجهاز الفني في محلل نفسي. المحلل النفسي ده مهمته ان هو يقرب من اللعيبه، يشوف مشاكل اللعيبه ايه. احنا فاكرين زمان حتى كان في المدارس كان بيبقى فيه المشرف الاجتماعي، مشرف الاجتماعي ما هو محلل نفسي برضه، او طبيب نفسي بسيط يقدر ان هو يشوف مشاكل الطلبه ايه. هو نفس المشكله بالنسبه للرياضه، بقى الاهتمام لابد يكون اهتمام كامل، مش اهتمام فني من ناحيه التدريب او اهتمام مالي في العقود اللي بيعملها، او اهتمام في اسلوب التعامل، لكن العمليه النفسيه نفسها. والله يمكن مش الرياضه المصريه لوحدها اللي محتاجه طب نفسي، في كتير في مجالات الحياه في مصر محتاجه طب نفسي بشكل كبير. يمكن الرياضه من اهمهم، خاصه ان الرياضه عوامل اللعب فيها او ممارسه فيها بتحتاج ان انت تبقى، خاصه لما بيكون في لعبه جماعيه، بتحتاج ان انت تاهل نفسيا اللعيبه، خاصه اللاعب اللي مثلا بيشارك واللاعب التاني بيبقى احتياطي ليه، لازم ازاي تاهل الاحتياطي بحيث انه يبقى جاهز مباشره انه يقدر يلعب بدون اي حساسيه نفسيه، ازاي يبقى قاعد على الدكه بيشجع فرقته بيشجع زميله اللي هو مكانه في الملعب، ازاي ان هو يتعامل مع مدربه بشكل كويس عشان يطلع كل الطاقه اللي جواه. يمكن احنا في مصر ما فاقدين كتير جدا موضوع الطب النفسي دوت، لكن بشوف ان بعض المدربين بيكونوا بيتحاولوا يتعاملوا ان هم اطباء نفسيين للعيبه ديت، ويشرح لهم وجهات النظر اللعيبه، يقول له انا ما اخدتكش عشان كذا، وان احنا مستنيك كذا، وان انا في فرصتك لسه جايه ولسه انا محتاجك في الفتره اللي جايه، ولازم تكون مستعد. تفضل تاهيل النفسي بتاع اللاعب دوت لاكثر من فتره، وده برده بنلاقيه في الالعاب الفرديه. الالعاب الفرديه هتلاقي برده نفس القصه، خاصه اللي
مثلا لو رفع اثقال او العاب قوه او اي لعبه فرديه، تبص تلاقي فيه التاهيل النفسي عشان انت ازاي مثلا ما حققتش الرقم اللي انت عايزه، ازاي انت المدرب بتاعك يقدر او الطبيب النفسي يقدر يوصل لك ان دي محتاجه بس صبر، محتاجه جهد، محتاجه تدريب اكتر، محتاجه يعني تشتغل على نفسك اكتر عشان خاطر اللاعب ما يزهقش ويترك المجال بشكل كامل بشكل بعيد. يعني الواضح ان في اجماع كبير جدا من كل النقاد على اهميه الدور النفسي فيما يخص الرياضه بالتحديد، ونتمنى ان الاهتمام ده ينعكس على الانديه والمنتخبات في جلب الاخصائيين النفسيين والاطباء النفسيين عشان يكون ده في صالح الكره المصريه او الالعاب الفرديه بشكل عام، بشكل عام في صالح الرياضيين، وان شاء الله ده يجلب نتائج ايجابيه كبيره جدا لمصر والانديه بشكل عام. رايك في التقرير ورايك في راي النقاد الرياضيين؟ بصراحه كلام رائع جدا جدا، وانا بحيي طبعا طاقم الاعداد اللي في البرنامج، طبعا عامل شغل جامد جدا جدا. ويمكن خلينا نقول فكره كده اهوت، ان احنا عشان نكسر الفكره دي لازم نبدا مع الشباب الصغير. دي جزئيه مهمه جدا كنت عايز اتكلم فيها، ولما يخص التعامل النفسي مع الناشئين بالتحديد. انت لما يكون عندك لسه ناشئ صغير، تمام، هو ما هوش يعني ايه مدرك فكره يعني ايه طب نفسي ويعني ايه حاجه زي كده. لما هيبقى هذا الموضوع طالع بيه زي طبيب التغذيه وزي بتاع الاحمال، هيبقى عنده تقبل كامل جدا جدا للفكره بعد ايه لما يكبر. يعني لما تاخد الناشئين لو هم في حدود مثلا 12 سنه 13 سنه وتبتدي تتعامل معاهم في هذا الموضوع، هتلاقي في الايه في المستقبل الدنيا اختلفت تماما، على الاقل انت بتكسر ايه تكسر القصه دي. طبعا الناشئين دي قصه تانية خالص، تمام، لان الناشئين بيبقى الهدف بتاعك انك انت لازم تشيل من عليهم الحمل والضغط، تمام، لانك انت لو حطيت ضغط جامد جدا على الناشئ في السن دوت انت بتخسره مستقبلا. تمام، اهم مرحله في الفتره دي انك تعلم اللعيب او انت نازل تو انجوي، انك تستمتع وتطلع ما عندك. ومن اخطر الحاجات بتبقى في مرحله الناشئين تدخلات الاهل. تدخلات الاهل، الاهل احنا عندنا هنا في مصر الاهل اللي قبل اي مباراه، خلي بالك، حاول تشوت مش عارف ازاي، حاول تواصل ازاي، الفت نظر المدرب، كل دي ضغوط بتحط فعلا. انا هقول لحضرتك، انا كان عندي شاب لطيف جدا جدا بيلعب تنس. تنس تمام، يقول لي انا ما بعرفش اركز، تمام، والده واقف له بره الملعب، الكره جايه يمين حطها شمال حطها كذا. انا قال لي ما بعرفش اركز. طب ده بالنسبه طبعا في الالعاب الفرديه. طب ده طبعا بيبقى ناتج عن حرص اولياء الامور يعني على تالق اولادهم اكيد يعني. ايوه، لكن بينعكس بالسلب اكيد على اللاعب. بص، هي دي برضو نقطه مهمه جدا جدا لازم توصل لاولياء الامور. تمام، انت بتلاعب ابنك، كل واحد حاطط طموحه زي مثلا في المذاكره، كل واحد عاوز ابنه يطلع الاول طبعا، تمام، وكل واحد بيلاعب ابنه كوره متصور ان شاء الله هيطلع محمد صلاح او كابتن خطيب او يعني هي يا جماعه هي القصه مش كده، تمام. القصه ان ربنا بيدي كل واحد فينا ليه الموهبه. يبقى اول مرحله ان انا اخلي اللعيب دوت او الطفل دوت او الشاب الصغير دوت اللي نازل يلعب، هو نازل يلعب علشان يبقى مستقبلا. الرياضه ده شيء مهم جدا جدا، بتقيه في المستقبل من مخدرات ومن حاجات كتيره جدا، وبتخلي جسمه كويس ويبقى التاسيس بتاعه مظبوط. مثلا تيجي حضرتك تشوف مثلا في الالعاب الفرديه، انا بقول لحضرتك انا مثلا كان ليا تجربه في منتخب كره نسائيه، كانوا ناشئين، تمام، وتلاقي الاهالي وضاغطين على المدرب، وده بيلعب ليه وده ما بيلعبش ليه. طبعا في الفريق الكبير ما بتبقاش فيه القصص بتاعت الاهالي طبعاً، لكن دي في انما في الناشئين لو حضرتك شفت فريق الناشئين في اي نادي، تمام، هتلاقي الاهالي ولو الولد ما لعبش وحطه احتياطي انت ليه لا طلعته النهارده من السكور شيت وتتخانق مع المدرب. فده شغل جامد جدا جدا لازم يتعمل مع الايه مع الاهالي، تمام. الثقافه دي عشان لما تبتدي تشتغل بيها مستقبلا انت هيكون عندك يعني اختلاف كبير جدا في اللعيبه وماذا وطريقه تفكيرهم. طيب، هل التعامل النفسي في الالعاب الجماعيه مختلف عن الالعاب الفرديه؟ طبعا. تمام، إزاي؟ انت النهارده في الالعاب الجماعيه لو الفريق خسر، تمام، حتى لو كانت الخساره
بسبب غلطة جون أو غلطة باك. بس مين اللي بيتحمل المسؤولية؟ الفريق ككل. مختلف تماما لما أبقى أنا نازل وعارف أن أنا اللي متحمل المسؤولية كلها. هنا الحمل بيبقى أضعاف أضعاف. وكلما عليت البطولات مثلا سبق بقى يعني بلعب بطولة جمهورية غير بلعب بطولة أفريقيا غير بلعب أولمبياد غير بلعب بطولة بالزبط. العالم. كل دي بتختلف من حجم الضغوط اللي اللاعب بيتحط فيها. تمام؟ بمناسبة الأولمبياد إزاي نقدر نهيئ أبطالنا نفسيا قبل أولمبياد 2020؟ بص حضرتك يعني ده شغل كبير جدا جدا. ويعني انا عن طريق برضو احد الزملاء في الصحافه كان بيتكلم مع الدكتور اشرف صبحي، هو وعد ان هذا الموضوع هيديله نوع من الاهتمام في الفتره اللي جايه. تمام. انت النهارده يعني ازاي تعلم اللعيب دوت ان هو يلعب تحت ضغط؟ تمام. اللعيب دوت عشان يلعب تحت ضغط ازاي ان هو نازل يلعب يبقى مركز يبقى بره القصه. تمام. ويمكن عشان يعني ادي كده الساده المشاهدين نبذه عن القصه ده، هي هفكر الناس بماتش بايرن ميونخ اللي احنا لعبناه. بالظبط. تمام. كان حاجه 2-1 ونفس المدرب ساعتها اشد لعيبه الاهلي واشد بالفكر بتاعه هانكس كان ساعتها. انا فاكر حتى يعني مستر مانويل على العشاء بيقول لي بيهنيه بيقول لي يو ديد ا فيري جود جوب مع اللعيبه. تمام. وهي الفكره بتاعت الماتش ده ازاي ان انا بعد لعيب انك انت نازل قصاد اللعيبه دي. تمام. وانا يمكن هقول في عجاله الكلام اللي اتقال يعني. تمام. انا قلت للعيبه ساعتها تعالى انت شوف كده اهوت، انت تاخد ممكن تاخد دوري 12 مره و10 مرات وحاجات زي كده اهوت، بس انا عاوزك تتفرج كده اهوت على قناه الاهلي واتفرج على ماتش الاهلي وريال مدريد بيتذاع قد ايه. بالظبط. صح. هتلاقيه بيتذاع كتير جدا جدا. اتفرج على ماتش الاهلي وماتش جلاد باخ هتلاقيه بيتذاع كتير جدا جدا. ففي ماتشات انت بتلعبها للتاريخ. الملعب ده ماتش ده انت بتلعبه للتاريخ. الماتش ده هتفرجه لاولادك هتفرجه لاحفادك في يوم من الايام. صح. تمام. فاذا كنت انت بتعمل حاجه لتاريخك ممكن العشر دوري دول محدش يفتكرهم ولا تلاقي لهم ماتشات بعد كده اهو. ولكن الماتش دوت مفيش ماتش ريال مدريد عاوزك تتابع قناه الاهلي هتلاقيه بيتذاع في الاسبوع بتاع 10 12 مره. تمام. انا عاوزك تبقى كده انت بتعمل حاجه لتاريخك. صح. يبقى انا نوت ابتديت احط له الايه الحافز. تمام. هم 11 لعيبه وانت 11 لعيب. ممكن يفرقوا ممكن امتى يفرق ازاي؟ لو انت لعبت بحماس. تمام. لعبت بحماس ولعبت بتركيز. طب ما انت يا دكتور هتقول لي يا دكتور فكر احنا مركزين، اقول لك طب تعالى حضرتك بتسوق عربيتك كل يوم بتبقى مركز؟ ببقى مركز يا دكتور فكر. طب وانت طالع على طريق طويل التركيز مختلف؟ يعني مسافر مثلا من القاهره لاسكندريه على الطريق الصحراوي بيبقى فيه تركيز مختلف؟ طب لو كان في شبوره حضرتك تركيزك هيفرق. التركيز متضاعف. متضاعف. انا عاوز التركيز دوت. علشان كده هو كان فرق الاداء. كل لعيب هنا اهوت برضو من الناس اللي لازم تبقى عارفاه ان كل واحد فينا بيبقى عنده حته ريزيرف كده او حته يعني ايه بيبقى متشاله. تمام. الوقت اذا بنسميها كده وقت عوزه. عشان كده مثلا حضرتك تلاقي ساعات فريق اتطرد منه حد. تمام. وبالرغم من كده ما تحسش بتاثيره وتحس ان هو احسن في الملعب لان كل لعيب في الفتره دي هو طلع من المخزون اللي موجود عنده. طيب خلينا نستقبل على الهاتف نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر السابق ومدرب العام للمنتخب الوطني الحالي كابتن هاني رمزي. كل سنه وانت طيب في البدايه ومنورنا ومشرفنا. حبيبي وانت طيب، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين وضيفك الكريم، وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله سنه سعيده على الجميع باذن الله. يا رب ان شاء الله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ والله بخير الحمد لله كله بخير. طيب احنا بنتكلم على الطب النفسي واهميته مع اللاعبين بشكل عام والرياضيين كمان في مختلف الالعاب، من وجهه نظرك شايف اهميه هذا الملف بالتحديد ايه؟ لا ما فيش شك طبعا، هو دلوقتي يعني احنا عارفين يمكن المنظومه المتكامله وخاصه في دوريات اوروبا وانديه اوروبا مهتمين جدا بالجانب النفسي والطب النفسي لان ده جزء وعامل مهم جدا جدا من بيأثر في اللعيب اذا كان بالسلب او بالايجاب. احنا عارفين طبعا هم يعني بجانب طبعا النواحي التكتيكيه والفنيه لكن النواحي النفسيه مهمه جدا جدا، واعتقد ده كمان مهم للاعب المصري بصفه خاصه. يعني اللاعب المصري عامه اي مشاكل نفسيه بيمر بيها بتأثر على مستواه، ما بيعرفش يفصل بصفه كامله 100% ما بين شغله مثلا وما بين مشاكل العائليه او اي مشاكل بيمر بيها. فاعتقد تواجد الطب النفسي وخاصه لما تكون في طبيب نفسي رياضي دارس بشكل كويس يقدر يتكلم مع اللاعبين بشكل كويس. الكلام ده موجود في اوروبا من زمان ايام حتى ما كنت بلعب. في طبيب متواجد او اخصائي نفسي رياضي بيبدا متواجد دايما معانا، لو اي حد عنده مشكله بيبدا يتكلم معاه ويبدا
يخرجوا من المشكله ديت بشكل ايجابي. وانا شايف انه جزء مهم جدا طبعا، وانا زي ما بقول لك خاصه للاعب المصري. متواجد عندنا في الجهاز الوطني طبيب نفسي يا كابتن هاني؟ لا طبعا، المنتخبات بتبقى انت عارف تجمعات المنتخبات بتبقى قليله، مش يعني بتتجمع لمده 4-5 ايام، ممكن يكون في حاجه زي كده لو في قبل بطوله مهمه مثلا، بطوله دوليه او تجمع طويل. لكن بالنسبه للمنتخبات الموضوع ده ما بيكونش مهم بدرجه كبيره، لان زي ما بقول لك احنا بنتجمع 4 ايام خلال مباراه. لكن ده مهم جدا جدا طبعا في الانديه، لان كمان الاستريس اللي بيمر بيه اللعيب خلال السيزون، والمدير الفني طبعا بيكون عنده نواحي فنيه بيهتم بيها. فاحنا للاسف في مصر برضه المدرب او المدير الفني عليه دور انه بيقعد مع اللعيبه وبيحاول يحل بعض المشاكل. الكلام ده مش موجود بره، الكلام ده مهم جدا يكون في واحد متخصص في الطب النفسي الرياضي يكون متواجد ويبدا يتعامل اللعيبه من خلال العلم كمان، وده مهم قوي. طيب انا لازم استغل تواجد حضرتك معايا واتطرق لعدد من الملفات المهمه، وعايز ابتدي معاك ببطوله الدوري وتقييمك ليها حتى الان، وهل هي بطوله انتجت عن لاعبين دوليين ممكن ان شاء الله يدعموا المنتخب خلال الفتره المقبله؟ بص، بطوله الدوري السنه دي يمكن ما تقدرش تقيمها بشكل كبير نتيجه التاجيلات الكثيره جدا، حتى جدول الدوري دلوقتي جدول خادع، ما تقدرش تشوف مين يمكن الاربعه الاوائل ممكن تحدد الملامح، لكن بدايه من المركز الخامس لغايه الاخير اعتقد صعبه جدا. عدم استقرار الدوري وعدم لعب مباريات كل اسبوع، واللعيب بياخد على مباريات كل اسبوع، رتم الماتشات نفسه بيأثر طبعا على النواحي البدنيه والناحيه التكتيكيه والفنيه للعيب. لكن عندنا مواهب، وعندنا بعض الافراد المميزين جدا في الدوري المصري، خرج منهم مثلا على سبيل المثال باهر المحمدي، محمد محمود، في طاهر، محمد طاهر، يعني في لعيبه مميزه. لكن زي ما بقول لك هو ناقص بس عمليه الاستقرار، ان اللعيب يتعود انه يلعب كل اسبوع بصفه مستمره، ممكن يلعب كل 4 ايام بصفه مستمره. لكن يمكن تذبذب الجدول شويه والتأهيلات، طبعا احنا مقدرين كل دوت، لكن ممكن يأثر على الحاله البدنيه والحاله الفنيه للعيبه. تمام، سريعا في عجاله كابتن هاني رمزي، رايك في الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله كلها صفقات على مستوى جيد جدا، يعني انا شايف وانا بقول مش عيب ابدا ان اي نادي في العالم ممكن يتعثر في موسم من المواسم، مفيش اي مشكله خالص. النادي الاهلي مليء بالبطولات، وممكن السنه دي بالرغم ان انا لسه متفائل ان ممكن النادي الاهلي ان شاء الله في الدور الثاني يعوض فرق النقاط، لكن زي ما بقول لك حتى لو الاهلي ما حصلش على دور السنه دي مفيش ما يمنع ان هو يرتب الاوراق من داخل البيت وبيكون فريق يقدر ان شاء الله يحصد بطولات خلال 5-6 سنين اللي جايه ان شاء الله. فانا متفائل بالصفقات، متفائل بالعناصر الجديده اللي داخله، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى للنادي الاهلي خاصه النادي الاهلي التوفيق، وطبعا كل الانديه بصفه عامه. لكن زي ما بقول لك يعني الصفقات كلها اعتقد انها هتفيد بشكل جيد جدا، ولسه كمان اعتقد في بعض الصفقات، يعني زي ما بقول لك النادي بيترتب من جوه بشكل كويس، متعودين في النادي الاهلي على الهدوء، ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون فيها استقرار على المستوى الفني والمستوى النتائج باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني رمزي طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وبقول لك كل سنه وانت طيب. اتفضل. مساء الخير يا كابتن هاني. سريعا بس عشان الوقت، معلش كابتن هاني، بس دكتور محمد فتحي عايز يسالك بسرعه على كلام حضرتك بالنسبه للمنتخبات، يعني مثلا في حدث زي كاس العالم واللعيبه بتلعب لاول مره في كاس العالم، مش كانت محتاجه مثلا اعداد نفسي لما يكون عندك مثلا لعيب زي محمد الشناوي اول ماتش دولي هيلعبه مهم هيبقى مثلا في كاس العالم، يعني بتتعرض او مثلا اصابه كابتن محمد صلاح، مش دي كلها مواقف كانت بتبقى محتاجه اعداد للعيبه في البطولات؟ انا بقول لك طبعا يا دكتور عند حضرتك حق، لكن انا زي ما بقول لك يمكن البطولات الطويله وخاصه البطولات الكبيره، بطولات كاس العالم تكون فيها التحديات كبيره شويه، طبيعي انه يكون موجود واحد زي، لكن احنا عندنا مشكله في مصر الملف دوت، يعني حتى على مستوى الانديه شائك، يعني مش شائك، لكن هو مش ما فيش نظره علميه بالنسبه للموضوع دوت. وانا شايف ان الموضوع ده مهم جدا، وخاصه كمان للعيب المصري، يعني اللعيب المصري لما بيتحط تحت ضغوط معينه او بيتحط في ستريس معين وما بيقدرش يفصل ما بين حياته العمليه خلال الملعب وحياته الشخصيه بره، فبتاثر عليه. فده مهم جدا خاصه للانديه والمنتخبات، زي ما بتقول ان في اكيد في البطولات العالميه بيكون في واحد
الدكتور متخصص لو اي لعيب عنده مشكله او هو حاسس ان في ستريس او ضغوط على لعيب معين، ممكن جدا يخرجه بشكل علمي من الضغوط ديت ويبدا يشتغل معاه بشكل كويس. بارك فيك وبالتوفيق يا كابتن. بشكرك يا كابتن هاني وكل سنة وانت طيب وكل التوفيق ان شاء الله للمرحلة المهمة المقبلة. طبعا دي كانت مداخلة مهمة جدا مع كابتن هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني. في الحقيقة يعني وقتنا للأسف يعني انتهى تقريبا، وكان نفسنا نسأل كابتن هاني رمزي في العديد من الأسئلة الأخرى والملفات الأخرى، وكمان دكتور محمد فكري كان نفسنا نستفيد معاك في الحديث عن الطب النفسي، وأكيد هيكون عندنا حلقات أخرى مهمة في الحديث عن هذا الملف بالتحديد. دكتور محمد فكري أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس والطبيب النفسي الخاص بفريق النادي الأهلي في الجهاز الفني الأسبق لمستر مانويل جوزيه، بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا يا فندم وشكرا قناة النادي الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده على مدار ساعتين ونصف من خلالي أنا وزميلي العزيز أستاذ محمد الجندي. انتظرونا وحلقة جديدة من أهلي الليلة. إلى اللقاء.